جاء بهدف اول لهذا اللقاء ويحرك بعضا من الجمود الذي كان حاضرا، وايضا كان يكتسيه هذا اللقاء طوال دقائقه الماضية ليعطي هدفا اولا بالنسبة للوحدة السوري. شوف المرور من كولوبالي وبعد ذلك يضع كرة في شباك محمد قاصد. الان الامور ربما تتغير، وبالتأكيد بان الشرطة العراقي لن يصمت، والكرة الاولى التعادل يأتي الان للشرطة العراقي، يأتي الان للقيثارة، وهدف عن طريق امجد كلف ينجح من خلاله بعودة واعادة فريقه بعد عدد من الفرص المتعبه. يأتي بكرة في مرمى بعد ان تجاوزت واجتازت محمود كركر. هدف تعادل يأتي في هذه الدقائق للشرطة العراقي. اذا واحد الشرطة العراقي، واحد الوحدة السوري من خلال احداث في هذا اللقاء. محاولة تبدو خطيرة، وفي ظرف دقيقة واحدة يظهر امجد كلف في ملعب صيد البلدي ويصطاد كرتين بهدفين في مرمى الوحدة السوري، وفرح كبير لسانتوس ولاعبوه. الشرطة العراقي امجد كلف يظهر ويزور مرمى الوحدة السوري في مرتين، ينجح في قلب موازين هذا اللقاء، ينجح في قلب الامور، يقلب الطاولة على الوحدة السوري ويتقدم الشرطة العراقي بهدفين. من كان يتوقع ذلك؟ القرار ضربة جزاء يأتي الان، والارتياح يأتي لمحبي الشرطة العراقي مع اخر الدقائق. شوف الاعاقة في الكرة الماضية والقرار الذي جاء من حكم اللقاء. اذا ضربة جزاء ضربة جزاء حافرة وموجودة للشرطة العراقي. ومهدي كريم هل يحضر بهدف ثالث ليكون اخر تفاصيل هذا اللقاء؟ مهدي كريم، محمود كركر، وصافرة من كوربانوف، مهدي كريم، محمود كركر. وهذه وين يا مهدي كريم؟ هذه جول. هدف ثالث يأتي للشرطة العراقي وينهو من خلاله هذا اللقاء بانتصار ثمين، ويقلبون الخسارة التي كانت حاضرة في شوط المباراة الأول إلى تفوق حاضر. مهدي كريم الدول العراقي. الشرطة العراقية افتتحها للوحدة التسجيل محمد باش بيوك في دقيقة 31 لينهي الشوط الأول لصالح الوحدة السوري، وفي الشوط الثاني انقلبت الطاولة على فريق الوحدة لينهي الشرطة العراقي بثلاثة أهداف افتتحها أمجد كلف في دقيقة 57 الهدف الأول، وعاد ليحرز مرة أخرى الهدف بعده بدقيقة واحدة ودقيقة 58 للشرطة العراقي، واختتم مهدي كريم في دقيقة 93 هدف الشرطة.